عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم. طبابة ألف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. معكم من جديد أنا سحر عبد الله، جدد لقائي فيكم من خلال برنامج طبابة ألف اللي يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة للساعة الثانية ظهرا. زي كل خميس تكون معنا الدكتورة نادية شكري الأخصائية النفسية. بالنسبة لموضوعنا لليوم راح نتطرق لعدة مواضيع. قبل كده تكلمنا عن الوسواس القهري قبل تقريبا أسبوعين، وتكلمنا عن مرض الضغط النفسي. اليوم راح نسألكم أسئلة كثيرة، واللي يعرف أي شخص يعاني من هذه الأشياء اللي راح أقولها لكم الآن يسمعنا أو يقول له يسمعنا من الساعة من الآن طبعا إلى الساعة 2. أول حاجة، إذا كنت تخاف أن يصيبك مرض خطير، أو إذا كنت تعرف أحد يلجأ لأطباء ويزارهم وما يفهمون حالته، أو إذا كنت من شدة الوسواس خايف أنك تصاب بمرض الإيدز وأجريت فحص للإيدز قبل، أو إذا كنت قبل كذا تلقيت ضربة قوية على رأسك والناس من حولك تعتقد بأنك بخير وهذا الأمر كثير يضايقك وتطلب دائما أنك تلجأ للأطباء أو للطوارئ عشان تشيك إذا أنت مضبوط ولا لا بعد الخبطة طبعا، أو إذا دائما إذا كنت من الناس لما تسمع بمرض معين أو تسمع بشخص حولك أصاب بمرض معين تركز كثير مع أعراض هذا المرض وتحس أنك تعاني منه أو تقعد توسوس بينك وبين نفسك تقول والله أنا أحس بالأعراض هذه ويمكن أكون مصاب بالمرض هذا. فإذا كنت أنت تعاني من كل هذه الأشياء اللي ذكرتها أو تعرف شخص قريب لك يعاني من هذه الأمور، اسمعنا الآن مع الأخصائية النفسية الدكتورة نادية شكري. هلا وسهلا فيك دكتورة نادية. يا هلا وسهلا فيك يا حبيبتي وفي جميع المستمعين. هلا وسهلا. قبل كل شيء نسيت أذكر حبايبنا المستمعين بأرقام التواصل طبعا، اللي حاب يسأل أي سؤال بخصوص كل المواضيع اللي ذكرتها عن طريق طبعا الرسائل النصية مشتركي STC على 84770 ومشتركي موبايلي على 640660 ومشتركي زين على 7462. وبالنسبة لحسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على ALIF ALIF FM. طيب أول شيء دكتورة نادية، بالنسبة للأمراض اللي ذكرتها، إيش الأمراض اللي بالضبط تسبب للناس توتر وقلق، أو لما يسمعون زي ما قلت إنه الشخص يعاني من أعراض هذا المرض يحسون إنه فيهم هم بس هذول الناس اللي عندهم وسواس قهري أو ممكن يكون عندهم مرض ثاني غير؟ لا، في مرض لوحده يسمى توهم المرض. أوكي. طيب المسميات العلمية له اسمين، هايبوكوندريا، واللي هو ينشغل المريض بأعراض جسدية دائما. والجزء الثاني يسمى بالإعياء النفسي. أوكي. يعني توهم المرض والإعياء النفسي هم الاثنين نفس المرض. طيب أوكي. حلو انه احنا جايبين المواضيع اللي قريبة من بعض ورا بعض. اول شيء بدأنا بالوسواس القهري وقلنا المريض الوسواس هذا انسان يعاني من قلق والقلق خلاه يوسوس. طيب أوكي. اتكلمنا عن الضغط النفسي، برضو القلق يسبب الضغط النفسي كمان القلق. طيب بس هذه المرة القلق مو على كل شيء، القلق انا اكون متمركز حول ذاتي، التمركز ده أفسر معنى الكلمة أفضل. أيه؟ مركز حول ذاتي يعني أنا أكتر شيء أهتم فيه وأفكر فيه أنا والناس اللي من حولي أنا. أوكي. مركزة. طيب. مع نفسي مرة مركزة مع نفسي وكل شيء أحسبه عشاني وبسببي، لما أقول فلانة ما جات عشان أنا جيت، لما أقول السوق قفل عشان أنا استخرت مثلا، لما أقول المطر نزل عشان أنا قلت يا ربي ما أبغى أختبر. أنا إنسان بتمركز حول ذاتي، ارتفع عندي القلق وزاد، بدأت أنا إيش أشك في الأمراض أو أشك في التعب. طيب الأمراض أقصد فيها الأمراض الجسدية، وتاني حاجة الإعياء النفسي. فهذه الأمراض كلها قريبة من بعض، إن شاء الله بإذن الله نخلص الأمراض كلها اللي حوالينا القلق وبعدين نبدأ بالقلق اللي هو الأساس في هذا كله.
أو إيش الأمراض اللي حوالين القلق؟ إيش قصدك؟ كل حلقة حتعرفي مرة. خلينا اليوم نركز. طيب اليوم نركز على 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 إيش اليوم حنركز؟ توهم المرض. أوكي. المرض اللي اسمه توهم المرض. أوكي. طيب سألتي أسئلة قبل لا نبدأ حلقتنا والأسئلة هذه كلها تنطبق على الإنسان اللي يكون يعاني من توهم المرض. في درجة بسيطة له وفي درجة عالية. الدرجة العالية لازم تتعالج، الدرجة البسيطة لازم بليز تفكر في الموضوع. احنا قلنا من كل حلقة تقريبا بتكلم بقول انه حياتك نتاج افكارك، حياتك نتاج افكارك، طريقة تفكيرك هي اللي بتخلق لك حياتك، هي اللي تسيرك. طيب التوهم المرض البدني، لو جينا نتكلم عن الاول اللي هو توهم المرض البدني، هو الشكوى المستمرة من اعراض تظهر في الجسد يؤولها صاحبها، يعني الإنسان اللي بيعاني منها على أنها أعراض مرض خطير. أوكي. أكثر شيء يشكوا فيه السرطان، أمراض القلب، الفشل الكلوي. حقيقي هما دايما يشكوا من معدتهم ومن قولونهم ومن بطنهم، أمراض داخلية دايما، أشياء جوه متسوسة. طيب بس شكوكهم في إيش؟ في أعوذ بالله الله يحفظنا جميعا، أيوة، إنها سرطان أو مرض قلب أو فشل كلوي. صفات هذا الشخص دائما لما يتكلم مع أي أحد، حيجيك المرض الفلاني، حيجيك وي هذا كده هذا كده هذا كده، دائما يهدد الناس بالمرض، بالذات الناس اللي هم إيش تحت سيطرته، تحت سيطرته، مثلا أولاده، مثلا أخوانه، الناس اللي قريبين منه شافوا بيسوي حاجة مضرة بالصحة، يقوم على طول يقول له هذا سرطان، هذا اي على طول يشخص الحاله من مخها، يعني يشخص الحاله ويهدد بيها. طيب دائما هو يراجع المستشفيات باستمرار، ليس من اجل الاطمئنان على صحته، كلنا نراجع المستشفى عشان ايه؟ عشان الدكتور يقول لك ما فيك ولا شيء، تقوم تقول الحمد لله يا رب وتخرج. هذا لا، هذا رايح يبحث عن المرض. يعني ما يصدق كل ما، يعني كل ما كثر ما هو خايف انه يجي هذا المرض، فدائما يلجأ الأطباء ودائما وما يبغى يسمع كلمة انت بخير، ما يخمونه، ما دائما ما يسمع انت بخير. ايوه. طيب طيب وفي توهم المرض اللي قلنا عليه الإعياء النفسي، يجعل المريض يشكو من ايه؟ ما هو مو خايف من الأمراض السرطان والقلب والأمراض الخطيرة، لا، هو دائما يشكو من التعب والإرهاق، اقل مجهود، لو قام صلى جلس ارتاح. أنا أعرف واحد عنده إعياء نفسي، إنه أنا تعبان وخلاص، أيوة صلى هو خلاص لازم يريح شوية. أنا يعني دحين من جد بتكلم، أنا أعرف واحد أمه جات اشتكت لي منه في العيادة، قالت لي أيام الاختبارات والأيام اللي مرة المفروض يكون مركز فيها، لما ينام ويصحى من النوم تقول له سوي أو ذاكر أو كذا، يقول لها برتاح من النوم. يرتاح من النوم؟ والله ما بمزح. الله يرفع عنا. ايوه هذا توهم. ايوه كمان عجبتني، يمكن هو نايم يحلم في الاختبار فيحس ان هذا مجهود. لا، في كل شيء يبغى يريح دائما يحس انه جسمه مجهد. طيب وممكن على قولتك هو حلم وسواله مجهود الحلم، بس عموما ترى هذا مرض، هذه ما هو دلع ولا هو كذب ولا هو اي حاجه، هذا الانسان اللي يعاني من دي الاعراض سواء كانت الاعياء النفسي أو الأعراض الجسدية هو إنسان مريض. يعني هو إنسان يحتاج رحمتنا، بس ما نبالغ في الرحمة اللي نديله هي. طيب ما يمثل، ما يكذب، يعني كثير رجال، وحنا فاكرة لما كنا بنتكلم عن حلقة تلغيرة قام واحد اتصل وقال ياريت تكلم السيدات عن بلاش يراجعوا المستشفيات باستمرار، اللي قال لي شاكين ودائما قال إيه ودائما يا في السوق يا في المستشفيات، فأنا قلت له إنه اللي في المستشفيات فهي مشكلة واللي في السوق فيها مشكلة مختلفة كمان، كل واحد في فهذه هي المشكلة، هذا هو المرض. لو احنا حلينا أسبابه بإذن الله نساعد الشخص اللي يعاني من دي الأشياء إنه يرجع يصير إنسان سوي. طيب هرجع للإعياء النفسي، يجعل المريض يشكو بالتعب والإرهاق أو من أقل مجهود ومن أقل تركيز، حتى المذاكرة متعبة بالنسبة له، أو قراءة كتاب أو قراءة القرآن، وعادة ما يفسر هو إيش يقول، يقولك أكيد عندي فقر دم. دائما كذا يتهيأ له. أيوة. يعني كل ما جاء خمول فيقول ايوه اكيد عندي فقر دم، انا فيتامينز حقتي ناقصه، انا احتاج املاح معدنيه، دائما هذه تفسيرات اني انا عندي فقر دم عشان كذا ما عندي همه ما عندي عزيمه، وكمان دائما يعتقد انه عنده ضعف مناعه،
لو الجيران زكموا هو حيزكم معاهم على طول. ايوه احيانا كذا بس أيوة. لكن خليني اقول لكم انه هذا مرض نفسي. هذا بس اذا زاد عن حد صح يعني. آه لا من بدايه انه اوقات الواحد فعلا يخاف انه يتعدي يعني بالزكمه وذا فيوسوس. لا بس مره مبالغه اللي دائما حاط باله دائما يشوف اي احد عطس على طول تلاقيه مرض فعلا. لانه انا ما قلت الافكار هي حياتك نتائج افكارك صحيح. فهو خلاص عنده ده الاعتقاد عن نفسه جسمه يستجيب لافكاره. اوكي شايفتك عندك سؤال. لا جاب بالي بس جاب بالك اشخاص. ايوه جاب بالي اشخاص. طيب انا ممكن اقول لك كده انه الكبار اكثر يجيهم من الصغار طبعا على حسب شخصيتهم. لو كان عندهم اهتمامات واشياء كثير يسووها وفجاه كده خلصت كل المهام حقتهم يبدا التركيز على ذاتهم وعلى صحتهم وعلى نفسهم وعلى يجي للسيدات اكثر من الرجال. اه دائما يجي بحكم ان السيده دائما تبالغ صح؟ لا مش بحكم كده بحكم انه السيده تحتاج الاهتمام اكثر. فتدور. ايوه حخش بعدين اكثر حلو. في بنكمل بعد الفاصل اكيد دكتوره ناديه. لكن قبل نطلع الفاصل بس على السريع اذكر حبايبنا المستمعين بمسابقه عيادات جذور الاسنان سيلفي احلى ابتسامه، لان باقي تقريبا يوم الربوع الجاي راح نعرف مين الرابحين. لسه قدامك الفرصة انك تصور نفسك سيلفي وبابتسامة طبعا وتنزلها على حسابك الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتشارك من خلال هاشتاغ سيلفي اندرسكور احلى اندرسكور ابتسامة. وارجع اذكركم ان احلى وابتسامة بدون همزة وابتسامة بالتاء المربوطة. راح يكون عندنا ثلاث رابحين ان شاء الله. الرابح الاول اللي راح يربح الجائزة الكبرى هو اللي راح يحصل على اكبر عدد لايك على صورته، اللي هي الجائزة راح تكون تبييض الأسنان بالعيادة بأحدث نظام للتبييض زوم 4 سبيد. والجائزة الثانية بتكون تبييض أسنان منزلي بالزوم. أما الجائزة الثالثة راح تكون تنظيف من الجير وتلميع وإزالة التصبغات مع كشف بالكاميرا الفموية. فاصل وراجعين. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. مكملين حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف مع الدكتورة نادية شكري الأخصائية النفسية. اليوم جالسين نتكلم على كل الأمراض اللي ممكن تكون ناتجة على من خلال الوسواس القهري. فاللي حاب يتواصل معانا يقدر يتواصل معانا عن طريق الرسائل النصية STC 84770 موبايلي 640-660 وزين 746-262 بالنسبة لحسابنا على التويتر ALIF ALIF FM. قبل أن نكمل موضوعنا دكتور في مشاركات على التويتر. أيمن إبراهيم حسن تحياتنا لك. يقول الحصر النفسي اللي هو الأنكزايتي هل يمكن القضاء عليه أو تقييم أيوة تقييمه على الأقل بتمرين النفس على التفكير المنطقي الهادي؟ الانكزايتي اللي هو القلق النفسي اللي احنا قلنا حنخلص اللي جالسين نتكلم يعني ايوه شكل من اشكال وتوهم المرض. القلق النفسي ايوه ممكن انه يتعالج عن طريق جلسات بدون ادويه اذا كانت درجته عاديه، واذا كانت بلاش نقول عاديه اكثر من العاديه بشويه وعلى حسب الضرر اللي سببه. لكن لو انه انا القلق مثلا جاب لي وسواس قهري أيوة. وصار صعب السيطرة عليه ممكن أحاول أنه يتسواله جلسات لكن يساعده كتير الدواء. أوكي ممتاز. طيب نرجع لموضوعنا عن الإعياء النفسي وتوهم المرض. طيب قلنا آخر حاجة أنه التوهم النفسي دائما يحسب نفسه الوهن النفسي يحسب نفسه دائما عنده فقر دم وضعف مناعة وفكرته عن ذاته أنه هو ما يتحمل مرض. طيب يعتقد مريض توهم المرض الجسدي أو الوهن النفسي بأن المرض، ما احنا قلنا أنه الأفكار هي الحياة نتائج الأفكار، هو يعتقد من داخله أن المرض يساعده بالهروب من حدة القلق اللي يسبب له هو الإحباط الشخصي. أنا اللي قصرت مثلا في أني أستعد كويس لمقابلة شخصية جاني إحباط نفسي من نفسي
اني انا يا الله يا ريتني قريت كلمتين، يا ريتني سالت، يا ريتني. يلوم نفسه كثير، لم نفسه جاله قلق من نفسه، فهو ما يحب يعترف انه قصر، يقوم يقول العتب على الصحه او العتب على المرض او كذا. اها يلوم نفسه، هي النفسيه. ايوه، عشان تخليه يرضى عن نفسه من جواته. ففعلا يروح المقابله وهو عنده صداع شديد، مو قادر يشوف طريقه مثلا، او يروح المقابله وهو قولونه تاير عليه. فدايما المرض هو السبب، السبب في إحباطه الشخصي. إيش كان قصدك بكلمة إنه هو يهرب من المرض عشان يهرب من الموقف؟ يهرب من الموقف بمرض. تفكر وأنت طفلة كم مرة جيت ما حليت الواجب تقوم تصحي عندك مغص؟ أيوة أكون خايفة. خايفة قام جاكي مغص. جاني مغص. إيه. خلاص هذا المنقذ حقك المغص. فخلاص هما بيلهون معاي إن أنا بطني عورني ومريضة. بطني بتعورني وما حروح المدرسة يا ماما وببكي و. ايه اوكي. طيب إيه. هذا طبيعي عند الاطفال، لكن لما تصيري في عمر المسؤوليه وتجيكي دي الاعراض فهذا مو طبيعي. ما هو طبيعي صحيح. ايش ايش غير كذا الاعراض؟ انا ما حتكلم عن الاعراض الحين، بتكلم هل هو مرض جديد دوبنا نكتشفه ولا مرض من زمان؟ هو مرض من ايام عصر الفلاسفه. مرض قديم جدا، اتكلم عنه الفيلسوف هيبقراط. وقال إن الإعياء الذي لا يعرف سببه ينذر بمرض، يقصد مرض في العقل. طيب هو طبعا الوهم النفسي دحين، الوهم سوري توهم المرض هو اضطراب نفسي، ما هو مرض عقلي، بس من زمان حسبوه اضطراب أو مرض في العقل. كمان قال شيء تاني مرة حلو مفيد، من يوجعه شيء من بدنه ولا يحس بوجعه في أكثر الحالات فعقله مختلط، يقصد انه عنده مشكله في الادراك. أوكي. مو معناته اني انا عشان الحمد لله سليم من توهم المرض وعندي ثقه انه صحتي 100% اقوم عمري ما اكشف على نفسي، عمري ما اهتم باي اعراض، هذا كمان مشكله عندي في الادراك. فالاثنين مرض، التوازن هو الصحيح. انا جاتني اعراض شيء، انا مثلا لنفرض مثلا انه من السواء انه مو من يوم ما اصدع اول يوم حروح المستشفى ولا تاني يوم ولا ثالث يوم، بس إذا الصداع مسكني أسبوع يوميا لازم أراجع الدكتور. إذا ما راجعت فأنا عندي مشكلة في الإدراك. ورحت اشتريت علبة مسكنات وجلست أبلعها، والمسكنات دي ممكن تضرني في شيء تاني. لأنه بالذات الصداع، ترى الصداع هذا عرض، هذا ما هو مرض. عندك مشكلة ومن أعراضها الصداع، فالصداع منبه ليك عشان لو عشان تروح تكشف، أبحث عن المشكلة. فلا زيادة ينفع ولا نقص ينفع. جميل جدا. طيب أميز ما يميز هذا المريض، احنا اتفقنا انه الانسان اللي عنده توهم مرض او وهن نفسي هو مريض. طيب أميز ما يميزه انه يبالغ بكل عرض مهما كان بسيط. خلاص جاته شوية غازات يعتبرها شيء مو طبيعي، سكاكين في قلبي، مش عارف ايه، مبالغة في الالفاظ كمان. مبالغ. ايوه يفجع. كلنا جانا مع بعض مثلا فيروس، كلنا أكلنا شيء وبطننا عورتنا واستخدمنا مطهرات وكذا. طيب تلاقي واحد يقول لك تعبان ماني قادر أخرج، واحد يقول لك لا والله تعبان، مريض توهم المرض ايش يقول لك؟ حموت من التعب، دايما كلمته حأموت، روحي طالعة من كتر الألم، دايما عنده مبالغة. دراما مفلم هذا. لا لا، ولا هو دراما ولا هو مفلم، ترى درجة الألم يتحكم فيها النفسية وهو مريض، فترفع له درجة الألم، تزيد، تصير عنده غير طبيعية. طيب الإنسان اللي مشغول مثلا ببيته، مشغول بشغله، مشغول بدراسته، عقله غصبا عنه بيتوجه من التركيز على الإحساس بالألم للاهتمام اللي عنده. هذا أول اهتماماته المرض، فنفسيته اللي بتلعب ده الدور. ترى هذا شخص مظلوم، احنا ما بنتكلم عنه اليوم على اننا بنتريق عليه، لا سمح الله. أكيد. أيوة. وليس على المريض حرج، بس كمان مو مريض وتجلس مريض. خلاص اليوم انا بنبهك انه هذا مرض، روح حل المشكله، حتبدا تخف من عندك الكلمات هذه، حيبدا يخف من عندك دي الاعراض. طيب او خلينا نخش بتعريف توهم المرض، مع اني انا اعتقد اني عرفته كويس تقريبا صار شويه واضح، لكن ممكن بس برضو ناخذ التعريف العلمي. توهم المرض اضطراب نفسي المنشا، عباره عن اعتقاد راسخ بوجود مرض رغم عدم وجود دليل طبي على ذلك. نسوي تحاليل نظيفة، نسوي كل شيء كويس، طب يمكن هنا، طب يمكن هناك، يمكن دكاترة السعودية كلهم مام كويسين، يقوم يسافر، خليني يسافر. أيوة. الدكاترة البشريين ترى مام كويسين. أنا سمعت في اليابان عن
كمبيوتر يكشف علي كده مساكين دائما يبحثوا عن المرض. طيب ما عنده دليل طبي على وجود هذا المرض. تركيز الفرد أو هذا المريض على أعراض جسمه ليس لها أساس عضوي، بمعنى مريض توهم المرض هو شخص يهتم بصحته اهتمام غير سوي. الاهتمام بالصحة ده واجب بس هو اهتمامه غير سوي. يتنقل للعيادات بدون جدوى، دائما الدكاترة يقولوا له الحمد لله أنت كويس، الحمد لله ما فيك ولا ما أي شيء، ما يصدق لا هذا الدكتور ما كويس حل دكتور غيره. طيب في سؤال جاء في بالي، يعني أنا اللي فهمته من تعريفك قلت إنه هو اضطراب اللي هو التوهم المرض أو العياء النفسي. طب أنا حسيت إنه يشبه شوية الخوف، يعني في حلقة سابقة تكلمنا عن فوبيا المرض. لا مو بس فوبيا المرض، اللي عنده فوبيا من اللي يخاف من الموت، اللي دائما يتخيل إنه هو بيموت، إنه ما بينام ما راح يصحى بكرة. أيوة كل ما يطلع يحس إنه بيصير له حادث ويموت. أيوة الموت غير والمرض غير. هو يشك إنه حيصير له حادث، هو يشك إنه حيجيله الموت، هو يشك إنه عمره حيخلص، لكن هذا دائما شاكك في مرض خطير ونهاية سيئة لحياته وإنه هو مسكين وهو يحزن. ودائما يقول إن أنا نهايتي أيوة. بموت بمرض، بمريض. أيوة. يعني بكون مريض. ومو شرط إنه يقول دي الكلمة، هو منشغل، هو ما يهمه إنه الناس يحسوا به قد ما يهمه إنه هو يبحث عن هذا المرض. التخصصات أو تخصص المرض، التشخيص الدقيق، خليني أقول لك سر، ترى حتى على الأطباء والأخصائيين والمعالجين النفسيين يحتاج دقة ويحتاج وقت مرة طويل بيصعب طيب؟ عليه تشخيصه. أيوة تقريبا يمنع مسمى التشخيص ده إلا بعد 4 شهور. طيب نشخص المرض ككل كشيء كبير. طيب إنما أجي أفرق بين وسواس مرض وبين توهم مرض هذه يبغى لها وقت مرة طويل، واللي يعاني من ده الشيء ما هو مهم عنده إيش اسم المرض، المهم عنده إنه يتحسن من حالته. أوكي وبدأ يتعالج. طب كيف يعني الأطباء هنا دورهم يقنعون أنه سليم ما في شيء بس هذه كلها أوهام؟ مرة حلو سؤالك، خليني أخش كيف الدكتور يقدر يساعد هذا الشخص. أول حاجة هذا الشخص إحنا قلنا أنه هو بيجي للكبار أكثر من الصغار، للسيدات أكثر من الرجال. في بعض السيدات المريضين أو عندهم اضطراب توهم المرض يكفيها أنه الدكتور يقول لها سلامتك، أنا حاسس بيكي، أنا هذه كلمة العطف، يعني يسمع لها، يبغون دائما أحد يهتم أيوة فيهم ويعطف عليهم. أيوة تبغى أحد يسمع لها، تبغى أحد يطبطب عليها، تبغى أحد يهتم فيها، لأنه ترى أولادها مثلا أو بناتها طفشوا من كتر ما تقول لهم ده الكلام ودوروا وما فيكي شيء يا ماما، ما فيكي شيء يا ماما، الله يهديكي ما فيكي شيء. طيب على افتراض أنه جاء للأم، أحيانا بيجي للأب ترى. أيوة أي أحد معرض لدسة. طيب بس أكثر أيوة للنساء أكثر. أيوة في النهاية يجيها دكتور مثلا، هي بتراجع طوارئ لنفرض، في النهاية الدكتور يقول لها راجع الدكتور النفسي. طيب تقوم هي تزعل كذا بتتوتر أكثر. أيوة أنا مجنونة. لا ما تقول أنا مريضة نفسية، تقول أنا مجنونة أكيد. أيوة طيب وممكن يقنعها انه هو حيسمع لك اكثر، وممكن يقنعها انه انت يا ماما زعلانه، يا ام فلان انت متضايقه، هنا تبدا تحزن على نفسها وتقول ايوه راحت للطبيب النفسي. طبعا لما حتروح للطبيب النفسي بتشكي له من اعراض جسديه، الطبيب النفسي فاهم انه هي بتشكي بسبب توهم المرض او بسبب اللي بس يكون. بعد كم جلسه زي ما قلتي ما يقدر يشخص؟ لا ممكن من اول جلسه ويفهم ايش مرضها، ايش مشكلتها، بس التشخيص الدقيق لازم بعد كم جلسه. اوكي طب كيف يفهم؟ يعني يكون باين عليه متوتر او لا هذا قاعد شغله وهو متمرس فيه. يعني انا اذكر دكتوره فجأة. ايوه انا اذكر دكتور اول ما اشتغلت معاه كنت مره صغيره، وكان يتطلب مني التشخيص وقت تقريبا ساعه، واحيانا اسوي اختبار تحليل نفسي عشان اعرف المرض، لكن الدكتور من اول دقيقتين عرف يقدر يعرف. ايوه خليني احكيك دي الحكايه واحكي للمستمعين. اروح اقول له يا دكتور كيف عرفت؟ طبعا المصدومه من خبرته، يقوم يقول لي انا اشم الريحه. يا الله. ايوه هو بيستفزني بدي الكلمه عشان اتعلم. قصده اني انا مره سهل. خلاص لازم تكونين عندك سرعه بديها. نطلع فاصل اعلاني مستمعينا الكرام، بنرجع نكمل حلقتنا لليوم، خليكم معنا. عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم، طبابة ألف مع سحر عبد الله.
رجعنا لكم من جديد ومكملين حلقتنا لليوم من برنامج طلابة ألف مع الدكتورة نادية شكري الأخصائية النفسية. دكتورة نادية، قبل الفاصل وقفنا عند كيف الطبيب يشخص الحالة وكيف يقدر يساعد المريض. طيب، أول حاجة توهم المرض له أسباب. طيب، في أشياء معينة تخلي الإنسان عنده توهم مرض، من ضمنها أنه يكون مريض قلق أساساً. أوكي. من ضمنها أنه يكون أعصابه أساساً مشدودة. طيب، يلجأ الطبيب النفسي، الطبيب مو الأخصائي، الطبيب النفسي يلجأ إلى أنه يهدد المريض سواء بالعلاجات أو بتحويله على الأخصائي النفسي بجلسات استرخاء تفيده كثير. بعد ما هو يسترخي وتهدأ أعصابه، نبدأ إحنا نوجه تفكيره. طيب، ونوجه كمان اهتماماته، بكده كثير يتحسن، ينشغل شوي عن نفسه، يبطل. لا، هو مو ينشغل، هو يفهم انه غلط انشغاله. طيب، واللي عندهم واللي حياتهم ستريس ومليانه ودائما، برضو ممكن يكون سبب يخليهم؟ اكيد، هو في اسباب مره كثير. ممكن يكون الانسان عنده حساسيه نفسيه، كل ما احد اتكلم شيء ضغط نفسه، كل ما هو بيضغط نفسه بطريقه تعايشه وتعامله مع الناس. خليني اكلمك اكثر، لمريض القلق في احيانا امراض أمراض جات للبني آدم خلته متوهم المرض. زي إيش؟ زي القلق، زي ما أنا قلت. طب كيف القلق يخليني متوهم مرض؟ القلق يؤدي إلى ضعف عصبي. خلاص؟ يعني إيه ضعف عصبي؟ يعني أنا خلاص صرت عرضة للأمراض، أنا عندي قلق 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 قلق، صارت مناعتي ضعيفة، فجأة صارت تجيني فيروسات أكثر من غيري، فجأة صارت تجيني أمراض أكثر من غيري والناس اللي معايا وفي سني. طيب، لما جاني ده الضعف العصبي أدى إلى الإحساس بالعدوان، ليش فلانة أكبر مني وعايشة، وليش فلان أحسن مني وعايش وما في أي شيء، يبدأ ينظر الأشياء اللي فاقدها. بس أنا عارف إنه مرة عيب وحرام هذا العدوان، أقوم أنا أكبته، الكبدة يحول لي المرض لتوهم مرض. يا الله، خلاص انشغل يلا بحياتك، أنت انشغل بأمراضك، انشغل بأعراضك. ممتاز. في برضو أيمن على تويتر، دكتورة، يقول كثرة التقلب على الفراش، في عدم في غم ومدري، يعني يكون الواحد متضايق وزي كذا ما يقدر ينام، هل يفقد عدم القدرة على الضبط الفكري، وهل يفقد توازن الطاقة الطبيعي؟ صح، ما فهمت التغريدة، بس ما أعرف لو... أنا فهمتها. هو يقصد أنه أنا لما أكون تعبان وجالس على السرير أفكر ومهموم وده الأشياء، هل هذا الشيء حيضعفني؟ إذا إن شاء الله أني أكون فهمته صح، فأنا بقول له إيوة يضعفك، لأنه أنت الهدف من الروح على السرير مو أنك تقعد تفكر في همومك وفي مشاكلك، الهدف من الروح على السرير أنك أنت تحاول تسترخي وتنام، مهما كان يومك مضغوط، مهما كان عندك مسؤوليات بكرة، مهما كان، إن لبدنك عليك حقه. أنت رايح تسترخي ورايح تنام. جميل جدا. طيب، من ضمن الأشياء أو الأسئلة اللي أول ما دينا الحلقة قلناها، إذا كنت تعاني منها، إذا سمعت بمرض شخص معين تهتم بالأعراض كثير وتشعر بأنك جالس تعاني من نفس المرض، هذا برضو يعتبر؟ أيوة، مو بس كده، كمان حنقول مثلا، الله يحفظنا، الله لا يبلي إن شاء الله أي أحد من المستمعين، واحد سمع أنه جاء سرطان في مكان مرة صعب، ومرة صعب أنه الواحد يكتشفه. طيب، يقوم الشخص ده لما يسمع، مو بس يدعي له بالرحمة ويدعي له انه ربنا يرفع عنه ويساعده، يقوم معه، لا، كيف عرفت؟ طب ايش حسيت؟ فأبدأ انا أيوة. يتخيل انه هو عندنا، لا مو يتخيل، يبغى يكون عنده خبرة، عشان من يوم ما يجي له كده بس حكة في يده يقول اوكي انا حكيته زي فلان قبل 6 شهور حك، وبعدين طلع له سرطان في المكان الفلاني. الشيء المرة دقيق، الشيء المرة صعب، ده يهتم مرة كثير كيف جاك المرض. اوكي، ممتاز. والسؤال الثاني اللي قلنا له، انه هل اجريت او شيء؟ دكتوره نادى، قبل أن نكمل صح الاسئله، في اتصال، خلينا ناخذ اتصال من محمد ونرجع نكمل موضوعنا. الو محمد. ايوه، هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا، تفضل اخوي، عندك سؤال؟ ايوه عندي. انا طالب في كليه الطب، في السنه الاولى من بدايه المطاف كان اجاني قلق وارق ما يخليني انام نهائيا. اوكي. كنت يعني يوميا يعني كم ما أجلس أفكر في الاختبارات وأجلس أفكر. الحين أنا في السنة الثالثة تغلبت على النوم وصرت أنام، استخدمت حبوب كده من الضمة أبنت. من عندك استخدمتها ولا دكتور نصحك فيها؟ والله أنا يعني جلست أسأله
أخذت ريميران إذا أنت تعرفي. أخذت إيش؟ ريميران. أوكي. ونظمت لي النوم كذا وخلتني يعني خلاص خليته ونمت. طب أنت عارف أنت عارف هذا دواء إيش؟ ولا أخذته بس عشان يساعدك على النوم؟ يساعدني على النوم، كنت أخذ ربع الربع. أول حاجة أحب أقول لك إنه هو معالج، هذا ما هو مهدئ ولا هو منوم، وأنت قاعد بس من أعراضه الجانبية إنه يجيب النوم. أيوة. فيتهيأ لي إنه تصرفك هذا مرة مو صحيح، راجع دكتور أفضل. طيب. بعدين استخدمت سيبراليكس. الله. هو يعني دخلت في الأدوية. كلمنا على الخاص. أيوة أفضل، خليك معانا على الخط محمد، خليك معانا. وردي قال اسم ال اتس اوكي لو قال، بس هو ترى اخذها من راسه. لو احد كتب له هي الدكتور فهي مفيده له، لكن لو احد جالس ياخذ ادويه من عنده هذا غلط. اكيد صح، بدات الادويه تتعلق بالشيء النفسي طبعا والعلاجات النفسيه. اكيد ايوه صحيح. وتكلمنا قبل كذا ان الواحد ممكن يدمن عليها، وممكن يعني في حلقات سابقه كثير تكلمنا عنها. ناخذ زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا، تفضل اخوي. هلا اختي سحر، هلا فيك. هلا وغلا، تفضل. اهلا دكتوره نادي، هلا هلا دكتوره نادي. اهلين وسهلين. الله حيكم يا دكتوره. عندي مشكله، واحد من اصحابي يعني دائما احسه بيزور مستشفيات، ويعني يروح يعني الا احد بيقول انه مريض. فهو ما في شيء يعني مره، حتى انا قناعته قلت له انت ما فيك شيء يعني، متعبنا ومتعب الجماعه كلهم، بس تنصحونا يعني. انصحه يسمع الحلقه. متأكد. انا انصحه يسمع الحين. انا اصلا قلت له فك الراديو على القناه كذا كذا اسمع اشوف. ما ادري عاد يعني كيف يعني اقنعه باسلوب يعني خليه يعني يقول لا والله متاكد ان انا مريض. طيب خلينا ندخل خليني مع سؤالك ده ادخل في انه احنا كيف نساعد هذا المريض. صحيح. كيف نساعده احنا كاهله؟ انا ودي اعرف كيف اساعد هذا يعني الشخص. طيب. هذا حلو، كيف اخليه يقتنع يعني. طيب انا دخلت لك في الكلام. انا واحد من اهلي مثلا، او انا واحده من صحباتي اللي عزوا علي، او اي احد، انا انسان بس اتثقفت شويه وفهمت انه هذا الشيء مو طبيعي، انا كيف اقدر اساعد الناس اللي حولي؟ من اول حاجه الاهمال الزايد يزيد المرض. ايوه يعني نشوف ناس لما احد يشتكي عنده ده التوهم، لنفرض انها ام وكبيره في السن وتعبانه وكل شويه شاغله اولادها بالمستشفيات وبالامراض وكذا، اقتنعوا خلاص ان امنا ده اللي هي بتسويه زي ما اول قلتي افلام ودراما وكذا. أيوه. يقوموا من يوم ما تقول لهم اي فكوا الباب ويخرجوا وسيبوه، حتى لما يكون حولنا أشخاص كذا نبعد عنهم دائما. دكتورة نادية لا هذا يزيد نمل المرض. منهم إنه هذول بس يتشكون بس مريض. معليش إلا الأم، معليش إلا لا أكيد الأم ما حنستغنى. أيوة. عنها وبنوقف جنبها بس. أيوة. وأي حد يعز علينا ترى في الناس لبعض يعني، وعندنا مشاعر الرحمة، وحسبوا إنه القسوة أو الإهمال إنه يعالجهم من ذا المرض، هو ما يعالجه، هو يزيده، لأنه هو في النهاية بيروح لدكتور بيقول له سلامتك، بتروح لحقة التحاليل بتقول لها سلامتك، كل أحد بيقول لها سلامتك، وممكن هي تكون محتاجة دي الكلمة وبس. وكمان الاهتمام الزايد بدي الأعراض وبدي الشكاوى يزيد المرض. طيب ممكن بسؤال كده مواجه، يا أخي أنت ما حتفوق، كل أسبوع عندك خلاص، قال لك الدكتور ما فيك شيء، صلى على النبي. بس كده مو بأسلوب هجومي شوية؟ معليش شوية مرة بس على الأقل سمعته، أنه حسسته أني أبغى أسمعه، حسسته أني مهتم، حسسته أنه عندي رد. أحسن ما أهرب منه. ممتاز. بس يعني إحنا اتفقنا إنه هو اضطراب، ما هو مرض يعني. الاضطراب هو مرض. من جد؟ أيوة هو مريض توهم المرض. أوكي طيب ناخذ اتصال بعد جديد، نقول ألو. في معنا محمد بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا، تفضل. لو سمحت كلمة دكتور أمان. أيوة تفضل. دكتورة من كيف حالك؟ دكتورة نادية. نادية؟ أيوة. الأمراض النفسية؟ أيوة تفضل أخوي. أي معليش آسف. لا تفضل. عندي يا دكتورة، أنا عندي مشكلة في القيادة، صرت أخاف إني أسوق السيارة، خصوصا أمسك طريق طويل يعني. إني كنت أنا 9 سنين يا دكتورة يعني نازل مكة جدا على طول. بس الفترة هذه كنت أخاف إني أمسك في السيارة، وأخاف إني أمر بشاحنات، وأحس بدوخة يعني من كثر الخوف. من كثر الخوف. بدوخة. طيب هذه عرض
لضغط نفسي أو توتر أو قلق. طيب راسلني واتساب على الخاص. أخي محمد خليك بس عشان نعطيك رقم. عموما رقم الدكتورة نادية اللي حاب يتواصل معاها 050-96-3-6-8 050-96-6-8 كذا سهل. طيب في رسالة دكتورة نادية برضو على سمس يقول انه داء الثعلبة هل سببه نفسي؟ ايوه صحيح. او الجهاز المناعي او ليس لهم علاقة، ويقول هل هناك علاقة بين مرض التصلب اللوحي ومرض الوهم النفسي؟ التصلب اللوحي ممكن يكون سببه نفسي وممكن يكون عضوي، ممكن يكون انما عضوي. الثعلبة لا، نفسية بحتة. حتى الصغار اللي يجوم أيوة أنا عجبني مرة سؤالك. في أم شفتها عند بنتها مشكلة تشبه الثعلبة اللي هي البهاق، الاثنين دول مرض نفسي. البهاق بعد نفسي. أيوة البهاق بعد نفسي. فقلت لها هذا نفسي، والبنت صغيرة عمرها يمكن 4 سنين أو 5 سنين. فالأم قالت لي من إيش نفسي؟ صغيرة. صحيح صغيرة وطفلة وما عندها مشكلة يعني، وما عمرنا زعلناها وكذا. ترى مو مشكلة نفسية يعني لازم أحد زعل ومر بضغوط نفسية، ممكن يكون أصلا نفسيا ضعيف، ممكن يكون أتعرض لهرمونات الأم الملخبطة، الأم كانت متوترة وهي حاملة خلتني ضعيفة. الهرمونات هي اسمها الهرمونات دي هرمونات نفسية، فلما تضعف أو تقل أو تنقص تظهر لنا اضطراب نفسي. مو شرط كل اضطراب نفسي سببه ضغط أو مشاكل واجهتها أنا في الحياة، لأنه في ناس يقول الحمد لله عمري ما حسيت بأي مشكلة أو كل اللي أبغاه متوفر لي. صحيح. طيب ممكن طريقة أفكارك ضعفت لك نفسيتك، وممكن تكون هرموناتك. أنا في كم حلقة كنت بقول أنه للأسف في اضطرابات نفسية تحتاج لعلاج مدى الحياة. أنا ما أقصد فيها أنك أنت تعرضت لصدمة عمرك ما حتنساها، لا، أنا أقصد أنه هرموناتك النفسية فيها ضعف. مو بشرط. طيب دكتورة في هذه الحالة يعني إذا كانت طفلة تلجأ على طول العلاج أو يروح يعني إذا كان أول حاجة مثلا هي حتشوف طبيب جلدية حيعطيها فيتامينز للشعر مثلا أو الشعر اللي فقدتها من الثعلبة. أيوة شوفي طيب تبغى طيب. فاصل وعشان في كلام مهم حنقوله. فاصل وراجعين خليكم معنا. عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. قبل الفاصل وقفنا عند نقطة مهمة دكتورة نادي وفدوة هنا في الكنترول قطعتنا كالعادة. طيب وقفنا عند إيش دكتورة؟ كنا بنقول إنه هل الأطفال يجيهم اضطراب نفسي؟ أقول لهم إيوة بسبب أشياء عضوية، مو شرط إنه هم اتعرضوا لضغط او سمعوا كلام او مو شرط. لا حد يحسب تكون هرمونات نفسيه. ايوه بالضبط، لا حد يحسب انه النفسيه حاجه كده ضغوط، وحيجي يقولوا لك طب ايش بهم اطفال ما شاء الله الحروب من احسن لا يكون. لا، هذه هرموناتهم اللي كويسه. طيب ما له علاقه. ما له علاقه. وتاني حاجه تكلمنا على انه الطفل لما يتعرض لشيء نفسي او انه الناس قالوا لك انه ده نفسي حتوديه لدكتور جلديه، هم 3 دكاتره إلا لهم علاقة بالنفسية علاقة مباشرة: طبيب الجلدية، أوكي، طبيب الأعصاب، وطبيب الباطنية. دايما الجهاز الهضمي وجهاز الجلد وجهاز العصبي هم الأضعف أو الاستجابة الأسرع لأي اضطراب هرموني في الهرمونات النفسية. طيب حنتكلم عن توهم المرض، وحنقول دايما متوهم المرض ما يتوهم المرض في شيء، مو دائما كلهم، لا اللي عندهم مو شيء ظاهر يعني. مثلا ما حيقول لك عيني مزرقة أو خدي مزرق أو محمر أو شيء تقدر تشوفيه بسهولة، دائما الشكاوى داخلية. أوكي. طيب هدول اللي الشكاوى داخلية كيف يساعدهم الأخصائي النفسي؟ دائما يحط عنده احتمال أكثر من 50% أنه هذا الشخص عنده سر، والسر ده أثقل عليه، فيقوم هو يشتكي من شيء باطن جوا صعب أنه يعرفه. نفسه المريض نسي ده السر، بس نفسه شيء لهمه. وأحيانا وكل مرة يجيب عذر ثاني. بالضبط. فعندي شيء داخل جوا ما حد حاسس به، ما حد عارف عنه، وما أقدر أشوفه. ما أقدر أشوفه. ممتاز. طيب نرجع ناخذ بعد اتصال. طيب اللي حاب يشاركنا لسه عندنا شوية وقت، ناخذ اتصالات على 012-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85.
موضوع اليوم شوية غريب، موضوع اليوم ممكن يكون جديد على ناس كثير. دائما نشوف ناس يشتكوا من أعراض، ودائما نشوف ناس يروح المستشفيات طول الوقت وكل يوم عندهم موعد، بس ما نعرف، بس ما نعرف إنه ده مرض. صح، أنا أحسب إنسان مفلم صراحة. أيوة، لكن أنا بقول لكم تراه مو إنسان مفلم، ترى إنسان يعاني ويحتاج مساعدتنا ويحتاج وقفتنا ويحتاج هو يعرف يتوجه لمين. مو عيب إنك تروح لدكتور نفساني. كل حلقة حقول لكم دي الجملة، مرة ما هو عيب. مو شرط إنك أنت إنسان منبوذ أو فيك غلط أو فيك عيب أو نفسية عشان تراجع الدكتور النفساني. مو شرط اللي حوالينك ضغطوك عشان نفسيتك تتعب. الهرمونات زيها زي أي مكان في الجسم يتعب. دائما أنا اللي يراجعوني أشبه لهم المرض النفسي بمرض السكر. مريض السكر إيش سوى عشان جاله سكر؟ ما سوى شيء. صحيح فعلا، ممكن يكون تخن، ممكن يكون ما كان يتحرك وما يسوي رياضة، وممكن يكون وراثة، وممكن يكون ما سوى شيء بس ضعف البنكرياس. نفس الشيء المريض النفسي، ممكن يكون عرض نفسه لمواقف ضغط نفسي، وممكن يكون اللي حوالينه ضغطه، وممكن يكون جاي باستعداد وراثي، وممكن ما سويت ولا شيء. فما هي مشكلة انك تراجع الطبيب النفسي. جميل جدا دكتورة نادى. ناخذ اتصالات كده على السريع. في معنا محمود. الو يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخوي سؤالك. الله يسعدك. كنت بدي اقول بس اني انا دائما يعني افكر مرة كثير. ايوه، يعني لا اقدر انام ولا اقدر اصحى ولا اقدر اتكلم، يعني على طول بفكر. طول وقت تفكر مشغول. ما ادري بعد مشغول على طول. راجع الدكتور؟ لا ما رجعت يا دكتور، بس يعني قلت بدي اراجع، بس شفت نفسي قلت ماني مريض، ليش حتى اراجع؟ وكم سنة لك على ذا الحال؟ يعني من يوم اتزوج. كم سنة؟ او قبل الزواج 5 سنين 6 سنين. 5 سنين وجالس تقول ما فيك شيء، ما تحتاج تراجع، وما انت نائم قادر تنام ولا انت قادر تنام؟ لا نوم لا ذا، وانا سوق افكر، وانا حتى انا بتكلم جوال افكر في شيء ثاني. طب مو حرام عليك عمرك ده اللي بيضيع من شبابك وكذا؟ لازم حتى في ثعلبة يعني في دقني في شعري، في ثعلبة. أنا استغربت لما قلت الثعلبة من النفسية والتفكير برضو. يحتاج تراجع العيادة، يحتاج تراجع العيادة. ولا تهمل الموضوع أخوي، لأنه أعوذ بالله الإهمالات بتزيد، وكل ما زاد كل ما صعب أو تطول وقت العلاج. طبعا، لكن أنت الآن الحمد لله في البداية، مدام جاتك أعراض جسدية أفضل وأسهل من إنها تجلس تتحول لأشياء نفسية أدق وأصعب. ناخذ أحمد. ألو يا أحمد. هلو سهلة فيك، تفضل. هلو السلام، ممكن أشارك مع الدكتورة؟ أيوة تفضل. أيوة بس بسألها، عند الوالدة بس يجي لها قلق وما تنام في الليل إلا متأخر. أيوة طيب السبب؟ أيوة، وراح إحنا للدكتور حق الباطنية يقول هذا طبيعي، وصرف لها بنادول حق الليل، بس نفس القصة الحين طلب منها سوي لها تحليل الغدة الدرقية. طيب، عشان عندها سكر والوزن حقها ناقص. بس أوكي، سؤالك على عيني وعلى راسي، هو برا الموضوع الحلقة حقت اليوم، بس أنا بقول لك إنه الواحد لما يكبر في العمر ويكون عنده أمراض جسدية بيكون عرضة أكتر لأعراض زي كده. خليها تراجع مع دكتورها إن شاء الله أنها تكون أفضل. كمان لو هي حاولت تسوي أشياء جديدة على حياتها، قبل النوم أقرأ صفحة من القرآن مثلا، قبل النوم أسترخي، أحاول أهدي نفسي، وتحدد وقت النوم اللي هي لازم تنام، وتحدد وقت متى تصحى. الواحد لما يكبر وتقل مسؤولياته يصير مو فارق معاه متى ينام ومتى يصحى. فعلا أوقاتكم لخبطة. وقت ما أصحى أصحى. هذا شو أردهم، وقت ما نام أنام، إنه شو وراي، إيش وراي. زي الشخص اللي ما يسوي شيء إذا الفاضي. إيه بالضبط. فتحدد أوقاتها، تعرف إنها هي مثلا لازم تصحى على صلاة الفجر، وإنها مثلا حتنام بعد صلاة الضحى ساعة، وتصحى الساعة 12 مثلا أو 11 يعني. نظم يوم يتحسن وضعها. جميل. بإذن الله. ناخذ حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت سحر. خير الحمد لله. كيفك الدكتورة؟ يا هلا وسهلا. موضوعي وحالتي عكس الكلام اللي بيصير هذا كله. إيش موضوعك؟ الدكاترة كلهم والأطباء يقولوا لي إنه أنا مريض، وأنا شايف إنه أنا لا. ما شاء الله عليك، هذا ضعف في الإدراك. حارب المرض. يقولون إيش فيك مريض في إيش يعني؟ أنا مشخصاني بالتصلب اللويحي، عندي غباش وضبابية في العين. هو فعلا في ضبابية في العين، بس تصلب لويحة أنا ماني متقبلها وماني مقتنع فيها.
كيف ما انت مقتنع فيها؟ مو جاتك اعراض ولا لا؟ جات الاعراض، وفي في اشعه الرنين المغناطيسي كمان موجوده النقاط، ومع ذلك انا ماني مقتنع وماني مصدق الدكاتره. اوكي، في الحاله دي ايش يكون؟ لا انا اقول لك على حاجه، الصراحه طريقه تفكيرك كويسه وايجابيه في التخلص من المرض، لكن واجهه، لا تهرب منه، هذه نصيحتي لك. يعني يمكن ياثر على بالذات العين، في اغلى منها، في اغلى من العين، حل المشاكل وهي بسيطه احسن ما تتعب. صحيح، والف سلامه عليك. ما تشوف شر اخوي. دكتورة، في واحد من المتصلين اتصل وقال انه هو كان عادي يسافر من جدة لمكة وشغله هناك وكل يوم له 9 سنين. ايوه انا قلت له يكلمني على الخاص. ايوه، بجاء على بالي السؤال، يعني وحقيقة دائما اسمع يعني الجملة ذي، ما اعرف هو ما قال كم عمره، بس احيانا يقول لك ان الواحد مثلا كل ما يكبر في العمر يبدا يخاف. ايوه، ما له علاقه بالعمر ده، السواقة. ما له علاقه بالعمر، هذا ما له علاقه. أيوة، ابدا، لو حتى لو بدا يخاف هو نوع من انواع الفوبيا والزحمه والكتمه، فيحس بخنقه انه هو اتخنق في السياره، يقوم يبي يطلع منها، يخاف يمسك خط طويل، يصير لي شيء في الطريق، اتعب، كيف ارجع وانا في النص، يبدأ يحس بقلق. هو برضو من الأمراض اللي حوالين مرض القلق. لو حابين نتكلم عنه المرة الجاية ما عندي مشكلة، إن شاء الله. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم فيه بإذن الله. أعطيك ألف عافية دكتورة نادية، شكرا لك. للأسف انتهت حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف، وطبعا هذه كانت حلقة نهاية الأسبوع. أكيد طبعا إن شاء الله يوم الأحد نرجع نلتقي فيكم مع ضيف جديد وموضوع جديد. معاكم سحر عبد الله، واقول لكم فمان الله.